علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. مرحبا، بحلقة اليوم جمعت شوية مصادر فيها أرشيف لصور قديمة بشكل عام وعن سوريا بشكل خاص. المصدر الأول هو مكتبة الكونغرس الأمريكية، وهي من أكبر المكتبات بالعالم، وفيها ملايين الكتب والتسجيلات والصور والجرائد والخرائط والنصوص، ومحتوياتها عالمية وما لها محصورة بلغة معينة أو منطقة جغرافية، وبتحوي مواد من كل أنحاء العالم بأكثر من 450 لغة، وفيها كمان أرشيف أونلاين كتير كبير للمطبوعات والصور. وفي مشروع اسمه مكتبة العالم الرقمية، هو تعاون بين مكتبة الكونغرس واليونسكو، وبيضم نسخ رقمية من مجموعة كتير كبيرة من الصور والوثائق التاريخية من كل أنحاء العالم. وطبعا بسهولة فينا نروح على واحد من هالموقعين وندور على كلمة سوريا بصندوق البحث، وبيطلع معنا مجموعة كتير كبيرة من الصور والوثائق التاريخية اللي على الأغلب ما أنها موجودة بمحل تاني. المصدر الثاني هو موقع التاريخ السوري، هو مشروع سوري تأسس بال 2004 بهدف توثيق التاريخ السوري من خلال الصور والفيديوهات والملفات الصوتية، وبيلتقي عليه كمية منيحة من الصور والفيديوهات التاريخية مع شرح وإمكانيات البحث. المصدر الثالث هو الوكالات الإخبارية، وأنا اخترت منه موقع aparchive.com التابع لوكالة Associated Press الإخبارية. كمان عليه كتير صور، وبيتميز بطريقة تصنيف الصور حسب الموضوع، وأنا لقيت أنه ترتيب الموقع أحسن من باقي الوكالات الإخبارية الثانية مثل رويترز و AFP اللي كمان عندها أرشيف للصور. وطبعاً في كتير محلات تانية ممكن تجيب منها صور، مثل صفحات الفيسبوك ومواقع صغيرة عليها مجموعات صور شخصية سواء حديثة أو تاريخية. مشان هيك أنا جمعت رابط اللي مرقت معي تلوه بالإضافة للي حكينا عنه بوصف الحلقة على الساوند كلاود على اليوتيوب. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.